مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ومنوريني دايما ومشرفيني في بيتكم الاهلي وبرنامج الاهلي الليله. الشغل الشاغل من امبارح بتاعنا والسؤال الجماهير الاهلاويه في كل مكان، مباراه الاهلي وبيراميدز بجماهير ولا بدون جماهير؟ هي اساسا بدون جماهير، لما نقول 3000 واحد من جماهير الاهلي فاعتقد ان هي بدون جماهير اساسا، لكن لغايه دلوقتي مفيش اي قرارات جديده من اتحاد الكوره بشان هذه المباراه ان فيها جماهير او لا. لسه لغايه دلوقتي الموقف اللي باين قدام حضراتكم وقدامنا كلنا، اتحاد الكوره لسه مصمم ان المباراه بدون جماهير وبحضور مجلسي اداره الناديين فقط. ليه؟ الله اعلم. يعني انا من امبارح عمال افكر مع حضراتكم، كلنا بنفكر في الحقيقه، هو ايه سبب المنع؟ ما حدش فاهم حاجه خالص. هل جماهير النادي الاهلي قدمت صوره مثلا سيئه في مباراه الاهلي السابقه امام سان داونز؟ ما حصلش حاجة، ده بالعكس، ده قدمت صورة مبهجة ومشرفة للكرة المصرية عموما وللكرة العالمية، وإزاي جمهور مع خروج فريقه بخسارة 5 أهداف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب وحضور جماهيري ملأ الاستاد وأيضا توضيع البطولة، ومع ذلك الجماهير بتنادي لعيبة النادي الأهلي وبتقول لهم الدوري الأهلي وبتشجعهم لعيب لعيب، فأدوا صورة لكل الجماهير في العالم إزاي تحيوا فريقكم وتشجعوه بأسلوب مثالي وراقي جدا 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 زي ما عملت جماهير النادي الأهلي. كل اللي إحنا عارفينه إن الجماهير كانت المباراة كانت بجماهير، مفيش أي مشكلة خالص، لغاية إمبارح لما رموا قنبلة كده عشان يفجروا بيها، مش عارف عايزين يعملوا إيه بالظبط بصراحة، مش عارف فاهمين حاجه. وقعدنا نتكلم امبارح وقعدنا نهزر في الاخر وقلنا كل الاحترام لكل الاطراف، لكن لغايه دلوقتي مفيش نتيجه. ايه الهدف او ايه المطلوب؟ مفيش حد فاهم حاجه خالص خالص. كلام كتير عايز اقوله، لكن احتراما لحضراتكم واحتراما للكيان اللي احنا بنمثله للاسف مش قادرين نتكلم فيه. لكن الاهداف من منع مشجعي اهلي بحجم 3000 او 2000 او اي كلام اللي هو ما يعني مفيش حاجه، يعني مفيش حاجه. حتى سياده العميد محمد مرجان وكابتن محمد مرجان امبارح المدير التنفيذي للنادي الاهلي طلع معايا وقال احنا ممكن نامن 5000 اعضاء جماعه عموميه، يبقى معانا كارنيهاتهم، معانا اساميهم، معانا كل تليفوناتهم، يعني ممكن نكلمهم في التليفون وهم قاعدين في المدرجات لو عايزين. لكن في مصلحه مين؟ او مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول يا جماعه؟ يعني مين اللي بيقول المباراه بجماهير او بدون جماهير؟ التاريخ ما بيسيبش، والله العظيم التاريخ ما بيسيب خالص. هتمر الايام وهتمر السنين ويرجعوا يقولوا ده كان في كذا وكذا وكذا وكذا، ما كانوش بيديروا اساسا او كانوا بيديروا الكلام في المطلق. لكن احنا دايما بنتكلم وبنقول احنا دايما بنحترم كل الاطراف، نحترم اتحاد الكوره وكل من يمثله، بنحترم كل القائمين على هذه اللعبه في بلدنا، واكيد طبعا بنحترم بلدنا جدا جدا وكل من يمثلها، دي حاجه ما فيهاش فصال اساسا، بنحترم الامن والمنظومه ما فيهاش فصال اساسا. كان في صوره جميله جدا من الامن وجمهور الاهلي والدنيا كانت جميله وما شاء الله الدنيا حلوه جدا، والجماهير عماله تقول الامن ايه ده، ده الامن فتح لنا، الامن بيدخلنا بالبطايق، الامن حاجه جميله جدا. طب ليه بقى؟ ليه بقى؟ في مصلحه مين يا جماعه؟ ما يعني عايزين حد مسؤول بجد، المسؤول بجد، مسؤول بجد واعي عقلاني بيفكر في مصلحة البلد يطلع يقول الكلام ده في مصلحة مين بس؟ هل الكلام ده في مصلحة مصر؟ في مصلحة البطولة الأفريقية اللي جاية؟ جماهير بحجم جماهير النادي الأهلي الكبيرة دي تمنعها أو تمنع جزء قليل جدا منها أنها تحضر مباراة وتطالبهم ممنوع يحضروا بطولة أفريقيا؟ الموضوع هيبقى صعب جدا، مع اننا قلبنا هيبقى بتقطع لو جماهير النادي الاهلي بشعبيتها او جماهير الزمالك بشعبيتها ايا كان الانديه اللي ليها جماهير كبيره ما تحضرش مباراه كاس الامم الافريقيه اللي انت نفسك ان هي المدرجات تتملى عشان تقول للناس كلها احنا بلد، احنا بلد وبنشتغل والناس بتشتغل علشان يثبتوا ان البلد كلها امن واستقرار وعايزين وبنبني وماشيين واحده واحده وبنبني من اول الريس لغايه اقل حد فينا بنبني، فانتوا ليه بتبوظوا كل حاجه؟ الموضوع مش سهل والله العظيم، لو انتوا مستسهلينه الموضوع مش سهل، والجماهير الاهلاويه واخده الموضوع على قلبها قوي قوي قوي. ولو حد متخيل، لو حد متخيل ان ممكن يحصل فارق بين الجماهير الاهلاويه والاداره الاهلاويه، انا بقول لكم انسوا، لان الجماهير الاهلاويه عارفين الدنيا ماشيه ازاي، فانسوا القصه دي خالص. ان انت تعمل فارق
او تعمل فجوه بين الجماهير الاهلاويه ومن يمثلوهم في مجلس اداره النادي الاهلي، انسى والله العظيم بجد. والايام اللي فاتت اثبتت الكلام بتاعها. احنا بنزعل لما البطوله بتروح، لكن لما تيجي تتكلم في نقطه فيها جمهور اهلي وفيها ضغط، لا الجماهير بتفهم كويس قوي قوي. فيعني اتمنى ان الناس، انا بصراحه مش فاهم والله العظيم ما فاهم، ولا لا اي مبرر، مش لاقي اي مبرر ان احنا بنتكلم في ابسط حقوقنا. ان انت حضرتك بعتت للنادي الاهلي جواب، مع احترامي الكامل لحضراتكم، بعتوا للنادي الاهلي جواب بتقول له المباراه فيها كذا، تيجي قبل المباراه بيومين او يوم وشويه تقول له لا اصل المباراه هنلعبها من غير جماهير. مش عارف ليه، انا بصراحه مش عارف ليه. لازم يا جماعه نراجع نفسنا، ولازم تعرفوا ان الحاجات دي بيسطرها التاريخ، بيسطرها التاريخ. والانسان بعد ما بيسيب مكانه هيسمع حاجات كتير جدا جدا. والانسان بعد ما بيسيب الدنيا اساسا مش بايله غير سمعه، اللي خايف على فلوس، او اللي بيحب الفلوس، او اللي بيحب الكرسي، او اللي بيحب كله هيسيبها في الاخر، كله هيسيبها في الاخر. هيبقى اولادك بقى واحفادك هيسمعوا بقى، هيسمعوا الحقائق، لان الحقيقه ما بتطلعش دلوقتي خالص. الحياة بتطلع بعد ما الإنسان بيتخلى عن منصبه وبيسيب الدنيا.